صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقول عند الأمر العظيم يا رسول الله؟ هذا شرك والعياذ بالله. دعاء غير الله، دعاء الأموات والغائبين للاستنصار بهم، هذا شرك أكبر. هذا دعاء، دعاء غير الله سبحانه وتعالى. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، لا تدعو الله وتدعو غيره، لا الرسول ولا غيره. رسول، قال الله جل وعلا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الرسول إنما هو رسول مبلغ عن الله، أما أنه يجلب الخير أو يدفع الضر بدون ربه سبحانه، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ونداؤه بعد موته والاستغاثة به شرك أكبر مثل غيره. نعم.